السلام عليكم. بالنسبه للكاتريام ميثود هو لا موديفيكاسيون ديال سيلف تشيت بو ان نستعملوا الطريقه ديال ديال تو لي بوين كونتوني دون لا ليست، يعني الفيتراج بار ماتريكيل. غنستعملوا انا غنختاروا بور لي بوين بور لي بوين سويفونس، غنختاروا بي بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 هما اللي غتوقع عليهم الشونجمون في لاتيتود. بالنسبه لنا اول حاجه غنديروا الريكلاج ديال لي شال، من بعد غنديروا الشارجمون ديال لي سومي دي بوين، دونك هادشي ولينا عارفينو. من بعد غادي ناخذوا بلي غيت يخرجوا لي لي بوين افون موديفيكاسيون. هنا حاولت نبين لي بوين ا موديفي، يعني افون موديفيكاسيون. دونك عندي بي 2 غتكون فيها 65.62، بي 3 فيها 65.48، وبي 4 65.88، وبي 5 عندها 65.74. هاد لي بوين هما اللي كاينين هنايا. دونك فوالا بي 2 بي 3 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 هادو اللي كاينين هنا، هما اللي كبرتهم زوميتهم باش نبينهم هنا. لا هنا ما تيبانوش مزيان. عفوا، هنا ناخذوا لوبسيون ديال تو لي بوين كونتوني دون لا ليست، وهنا تنكوشي هذا الفلتراج بار ماتريكول، تندير ليه مثلا نقول ليه من بي 2 حتى بي 5 هي اللي دار لها واحد الموديفيكاسيون التيميتريك ا اجوتي ديال واحد 15 متر متر، وهنا متر غاردي لي بوين اونتر ودي. دونك هنا من بعد دابا هاد لي بوين مثلا الا خديت بي 2، بي 2 كانت فيها 65.62، لزدناها 15 متر غتولي فيها 80.62، نفس العمليه بالنسبه لي بوان اخرين. لي بوان اخرين كلهم تزاد دو لي بوان من بي 2 حتى بي 5 على حساب هاد لا ليست هي اللي تزاد فيها 15 متر. دونك هذه الطريقه الرابعه ديال تو لي بوان كونتوني دون لا ليست فيتراج بار ماتريكيل. دونك هذه ديال الميثود. دونك موعدنا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ديال انسيرسيون بوان طوب بوان دانتيغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.